بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 104. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله مبينا تلاعب الشيطان ببني آدم، ومن ذلك تلاعبه بهم في الصلاة. نعم. وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه: أحدها صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة، والمسيح بريء من هذه الصلاة. يقصد النصارى، يقصد النصارى، فإن من مصائد الشيطان التي صادهم بها أنهم يتقربون إلى الله النجاسات و القاذورات والأوساخ، ويزعمون أن هذا مما يحبه الله، ويأتون به من باب تواضع مع الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل، والله جل وعلا جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، يحب النظافة ويحب الطهارة، يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. أحدها صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة، والمسيح بريء من هذه الصلاة. المسيح الذي يزعمون، المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، الذي يزعمون اتباعهم له واقتداءهم به بريء منهم ومن أعمالهم. نعم. والمسيح بريء من هذه الصلاة، وسبحان الله أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة، فقدره أعلى وشأنه أجل من ذلك. تحيات لله، والطيبات طيبات لله عز وجل، الكلمات الطيبات والأعمال الصالحة، وكل طيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهو منزه عما يزعمه هؤلاء النصارى من تقرب إليه بالنجاسات والقاذورات والأوساخ. نعم. ومنها صلاتهم إلى مشرق الشمس. نعم، النصارى يستقبلون الشرق، يستقبلون مشرق الشمس، ويقولون إنه مطلع الأنوار، وهذا من عندهم، لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وإنما شرع الصلاة إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس الذي هو مسجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يستقبلون بيت المقدس. وكان المسلمون في أول الإسلام يستقبلون بيت المقدس في صلاتهم، يستقبلون بيت المقدس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يحب أن يستقبل قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الكعبة المشرفة: قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان يتحرى أن الله يأمره باستقبال الكعبة،
فحقق الله له ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الكعبة المشرفة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، قريبين أو بعيدين. استقر الأمر على هذا ولله الحمد. قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم. ومنها صلاتهم إلى مشرق الشمس وهم يعلمون أن المسيح لم يصلي إلى المشرق أصلا، وإنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس. نعم، قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكان دينهم دين الأنبياء، يستقبلوا ما يستقبلون، وكانوا يستقبلون بيت المقدس، وكان المسلمون في أول الإسلام يستقبلون بيت المقدس. ثم إن الله أمرهم باستقبال الكعبة المشرفة، واستقر الأمر على هذا. نعم. ومنها تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة، والمسيح بريء من ذلك. تصليبهم يعني يرسمون الصلبان على وجوههم، والصليب صورة يزعمون أنها صورة المسيح وهو مصلوب، لأن اليهود يزعمون أنهم قتلوا عيسى بن مريم وصلبوه وكذبوا في ذلك. قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على الذي دلهم على مكان عيسى، ألقي شبه عيسى عليه فظنوا أنه هو، فأخذوه قتلوه وصلبوه، هذا هو الصليب. ولكن شبه لهم، هذا أصل استقبال أو أصل الصليب. وهذا من غباوتهم، كيف يزعمون أن نبيهم عيسى عليه السلام قتل وصلب وهم يرضون بذلك ويتعبدون به، وكان الواجب عليهم أن يكسروا كل صليب على وجه الأرض لأنه عار عليهم. والمسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، رفعه الله إليه من بينهم، بل رفعه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبه المسيح على الرجل الذي دلهم على مكان المسيح ليقتلوه، ألقى الله شبهه عليه، شبه المسيح على هذا الرجل فأمسكوه يظنونه المسيح، فقتلوه وصلبوه على الخشبة، هذا أصل الصليب. نعم. ومنها تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة. نعم، كانوا يرسمون الصلبان على وجوههم تعظيما لها، مع أنها عار عليهم، مع أنها عار عليهم، إذ كيف يرضون لنبيهم أن يقتل ويصلب وهو بريء من ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة، والمسيح بريء من ذلك، فصلاة مفتاحها النجاسة وتحريمها التصليب على الوجه وقبلتها. نعم، لا يتطهرون من النجاسة، تقربون إلى الله بذلك، فيصلون بزعمهم
وعليهم النجاسة ويظنون أن هذا عبادة لله، والله لا يرضى بذلك، لا يرضى بالنجاسات والأوساخ، وإنما يرضى بالطهارة والنظافة. جميل الله، جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. نعم. فصلاة مفتاحها النجاسة وتحريمها التصليب على الوجه، وقبلتها الشرق، وشعارها الشرك، كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها شريعة من الشرائع البتة؟ ومثل هذه العبادة التي تجتمع فيها هذه الأوصاف القبيحة لا يشرعها الله، ولا يمكن أن تأتي بها شريعة من شرائع الله عز وجل، وهم يزعمون أنها شريعة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم نفرة، ولما علمت الرهبان والمطارنة، الرهبان من النصارى، الرهبان يعني العباد، الرهبان من النصارى. نعم. ولما علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار لليهود، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبار لليهود والرهبان للنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعبدونهم ويدعونهم ويشركون بهم، واتخذوا المسيح ابن مريم. وما أمروا، يقول الله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عبادتهم شرك وباطلة، وهم لا يزالون مصرون عليها، لا يزالون مصرين عليها والعياذ بالله، وهي ضلالة، مع أن دين محمد عليه الصلاة والسلام نسخ جميع الأديان، لم يبق دين يقبله الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين محمد، وهو دين أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين. نعم. ولما علمت الرهبان، والحمد لله على ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة، الرهبان من النصارى، والمطارنة والأساقفة، جمع مطران، وهم أيضا من النصارى. نعم. والأساقفة جمع أسقف، وهو من النصارى أيضا، كل هذه من النصارى. نعم. ولما علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم نفرة، شدوه بالحيل والصور في الحيطان بالذهب والأزرود والزنجفر وبالأرغل وبالأعياد المحدثة ونحو ذلك مما يروج على السفهاء وضعاف العقول والبصائر. نعم. زينوه بزينة الذهب وزينة هذه الشعائر الباطلة، زينوها وذهبوها ليقبلها الناس بألوان جذابة، وهي باطل وكذب وزور، والله جل وعلا بريء منها ومن قبولها. نعم. وساعدهم ما عليه اليهود من القسوة والغلظة والمكر والكذب والبهت. اليهود فرحوا بهذا، فرحوا بهذه الخرافات من دين النصارى، وروجوها ليبينوا أو ليكيدوا للنصارى، هم يبغضون النصارى ويعادونهم في الباطن، وإن كانوا يتملقونهم في الظاهر
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم. وساعدهم ما عليه اليهود من القسوة والغلظة والمكر والكذب والبهت، وما عليه كثير من المسلمين من الظلم والفواحش والفجور والبدعة والغلو في المخلوق، حتى يتخذه ما إليهم من المسلمين مثل هؤلاء، مثل هؤلاء المشركين الذين يعبدون القبور ويستشفعون بالأموات، وهم ليسوا من المسلمين لكن يتسمون بالإسلام، والإسلام بريء منهم ومن دينهم وعبادتهم، وليس هذا هو الدين الذي شرعه الله لعباده، وإنما هو الدين الذي أحدثه اليهود وتبنته النصارى وروجوه. نعم. وما عليه كثير من المسلمين من الظلم والفواحش والفجور والبدعة. نعم، المسلمون فيهم هؤلاء، فيهم هؤلاء الذين أفسدوا دينهم وعبدوا الأموات من دون الله وبنوا المشاهد على القبور، وهم يتسمون بالإسلام والإسلام بريء منهم ومما يعملون، الإسلام بريء من كل خرافات ومن كل ضلالات ومن كل أكاذيب، الإسلام دين وحي منزل من الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبق عليه إلا المخلصون من المسلمين أهل التوحيد وأهل الاستقامة، هم الذين بقوا على الدين الصحيح الذي هو من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. والبدعة والغلو في المخلوق حتى يتخذه إلها من دون الله. نعم، الغلو في المخلوقين، يزعمون أن الصالحين والعباد أنهم يقربونهم إلى الله، يقولون نحن مذنبون ولنا خطايا وسيئات وهؤلاء مقربون من الله، فنحن نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله، يشفعوا لنا عند الله. هل الله أغلق أبوابه عنكم حتى تأتوا بمن يشفع لكم عند الله؟ أحتاج إلى هذا، القرآن واضح والسنة واضحة، تعلموها واعملوا بها تكونوا أحسن من على وجه الأرض من أهل الدين. نعم. والغلو في المخلوق حتى يتخذه إلها من دون الله، واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء من خواص المسلمين وصالحيهم. وليسوا كذلك، ليسوا من المسلمين أصلا، فكيف يكونون من خواص المسلمين؟ إنما المسلمون من استقاموا على دين الله عز وجل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء به الأنبياء من قبله، دين الأنبياء دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إفراد الله بالعبادة وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالخرافات والبدع والمحدثات والمنامات وما أشبه ذلك، كل هذا باطل، وهذا عليه كثير منهم. نعم. فتركب من هذا وأمثاله تمسك القوم بما هم فيه، ورؤيتهم أنه خير مما أنه خير من كثير مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدع والفجور والشرك والفواحش. نعم، هم الذين تمسحون بالقبور ويبنون عليها المشاهد يسخرون من المستقيمين على دين الله، يسخرون منهم من أهل التوحيد ويعادونهم ويقاطعونهم، ولا يزال هذا إلى الآن، بل هو في زيادة، إلا من تمسك بهذا الدين الحنيف
لكن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى إيمان، وهذا يمن الله به على من يشاء من عباده. نعم. ولهذا لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم اختيارا وطوعا وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء؟ لما رأى النصارى الذين يتحرون الحق ويريدون الحق عبادة المسلمين وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه التابعون ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة، شهدوا لهم وقالوا: هذا هو الدين الصحيح الذي جاءت به الأنبياء. فآمن كثير منهم، تركوا ما هم عليه. المسلم يدعو إلى الله وإن لم يتكلم، يدعو إلى الله بسلوكه وبصدقه وإخلاصه وبسمته، يدعو إلى الله وإن لم يتكلم، بمجرد ما يراه الناس، بمجرد ما يراه الناس يعلمون أنه على الحق مما ظهر عليه ومن سلوكه ومن سيرته. هذا شيء واضح في المسلمين المستقيمين، دعاة إلى الله وإن لم يتكلموا، دعاة بأفعالهم قبل أقوالهم. نعم. ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام، فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممن يعظمهم الجهال. يقول الإمام ابن القيم: وقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام. نعم. فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممن يعظمهم الجهال من البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال ونسبة ذلك إلى الشرع، فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به. دعاة الضلال هم الذين شوهوا الإسلام وزيفوا الحقائق وجعلوا البدع والمحدثات بل والشركيات هي دين الإسلام والعياذ بالله. البناء على القبور والعكوف عندها يزعمون أن هذا من دين الإسلام، وهذا من أبطل الباطل. دين الإسلام دين التوحيد، دين الحنيفية، ملة إبراهيم. فالذي قال: إني وجهت وجهي، إبراهيم عليه السلام قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: لا تحاجوني، تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا. نعم. هذا مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكادوا له وأوقدوا نارا عظيمة بين الجبال، كانت الطيور إذا مرت من الجو سقطت من حرها، وجاءوا بالمنجنيق، ما يقدرون يقربون من هذه النار، ما يقدرون من حرها وشدتها. جاءوا بالمنجنيق ووضعوا فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرموه بالمنجنيق، قال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أصبح روضة خضراء، أصبحت هذه النار العظيمة التي تحرق ما حولها أصبحت روضة خضراء، وجلس فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام آمنا مطمئنا. نعم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما، ما قال بردا فقط، لو قال بردا فقط لقتلته بالبرودة، لكن قال: وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه قدرة الله جل وعلا،
نعم، وهذه جهود الكفار والمشركين. فالمسلم إذا ثبت على دينه لا يقف أحد أمامه. نعم. ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام، فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممن يعظمهم الجهال من البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال، ونسبة ذلك إلى الشرع، فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به، فالله طليب قطاع طريق الله وحسيبهم. نعم، هذا الذي صد الناس عن دين الإسلام ما يرونه من حال المنتسبين إلى الإسلام وهم على شر وضلال وبدع وخرافات، يتسمون بالمسلمين وليس هذا من الإسلام، هذا الذي هم عليه ليس هو الإسلام، وهؤلاء ليسوا مسلمين. ولهذا يقول بعض الحكماء، يقول الإسلام محجوب بأهله، محجوب بأهله، يعني المنتسبين إليه وهم على شر وشرك وبدع وخرافات ويتسمون بالإسلام، فحجبوا الناس عن الإسلام، قالوا هذا هو الإسلام، ظنوا أن هذا هو الإسلام، حاربوه وابتعدوا عنه. نعم. فهذه إشارة يسيرة الإسلام يعني رفع القبور ووضع السدنة عندها وجعلها تعبد من دون الله وتطلب منها الشفاعة وتطلب، هذا هو الإسلام، هذا دين المشركين وليس هو الإسلام. نعم. فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بعباد الصليب، تدل على ما بعدها، والله الهادي الموفق. نعم، بيّن ابن القيم رحمه الله في الكلام السابق، بيّن ما عليه النصارى المتسمين بالنصارى من الضلال والكفر والشرك، وقل مثله في المنتسبين للإسلام القبوريين، قبوريون منتسبون إلى الإسلام ويظنون أن هذا هو الإسلام، ولهذا قالوا الإسلام محجوب بأهله، أي بأهله مثل هؤلاء، الإسلام الصحيح بريء من هذا كله، ولكن من استقام عليه يعادى ويقاتل وينفر، يحتاج إلى ثبات وإلى يقين بربه عز وجل، والعاقبة للتقوى. نعم. فصل في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبية وهم اليهود. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم؟ اليهود. ولا الضالين، من هم؟ النصارى. نعم. قال الله تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. نعم، هذه حالهم وهذا كلام الله فيهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم. نعم، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله، حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، حسدوه بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، منعهم البغي والحسد من أن يتبعوه. نعم. فباءوا بغضب على غضب، باءوا بغضب جديد على غضب قديم والعياذ بالله. نعم. وللكافرين، من الأصل على غضب ثم أضافوا إليه غضبا جديدا. نعم. وللكافرين عذاب مهين،
توعدهم الله للكافرين أولا حكم عليهم بالكفر، للكافرين حكم عليهم بالكفر، وأخبر أن لهم عذابا مهينا يهينهم، توعدهم سبحانه وتعالى. على المسلم أن يعرف دينه معرفة صحيحة، لأن في كثير من الأمور التي تنسب إلى الإسلام وهي ليست منه، نفرت من يريد الإسلام، نفرت من يريد الإسلام. ولهذا يقولون الإسلام محجوب بأهله، يعني بالمنتسبين إليه. نعم. وقال تعالى: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. أي نعم، لما طعنوا في المسلمين قال الله جل وعلا: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ بشر من ذلك الذي تنبزون به المسلمين، أنتم على شر أشد مما تنسبونه للمسلمين. نعم. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ مثوبة يعني مرجعا إلى الله. نعم. من لعنه الله وغضب عليه. من لعنه الله وهم اليهود والنصارى. نعم. وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. جعل منهم القردة مسخ، مسخهم الله، مسخهم الله والعياذ بالله، تحولوا من صور آدميين إلى صور قردة وخنازير، أخس الحيوانات، لما غيروا دين الله عز وجل وكذبوا على الله. نعم. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ترى كثيرا منهم يعني من اليهود والنصارى يتولون الذين كفروا، يوالون يعني يتولونهم يعني يوالونهم ويصادقونهم ويروجون ما هم عليه. نعم. هم ينتسبون إلى الإسلام، وكذلك من ينتسب إلى دين موسى عليه السلام وإلى دين عيسى، ينتسبون إلى دين الأنبياء وهم على غير دين الأنبياء. نعم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نعم، هذا ما قدموه لأنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا في كل ركعة من صلاتنا نقرأ الفاتحة وفيها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. نعم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى. لأنهم اليهود مغضوب عليهم لأن عندهم علم ولم يعملوا به، عندهم علم ولم يعملوا به. أما النصارى فهم ضالون لأنهم على غير علم وعلى غير دين صحيح. نعم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأول تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيها وقرب العهد بإنجائهم من فرعون وإغراق قومه، فلما جاوزوا البحر رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال لهم موسى ها
هذا وهم على قرب من عدوهم وهلاك عدوهم ونجاتهم، لما رأوا الذين يعكفون على الأصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين، وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعم. فأول تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيها وقرب العهد بإنجائهم من فرعون وإغراقه وإغراق قومه، فلما جاوزوا البحر رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال لهم موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فأي جهل فوق هذا؟ والعهد قريب وإهلاك المشركين أمامهم برأي عيونهم، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها، فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلها مخلوقا، وكيف يكون الإله مجعولا؟ فإن الإله هو الجاعل لكل ما سواه والمجعول. يجعل لنا إلها، هل الإله يجعل أو الإله هو الذي يجعل؟ هذا من الانتكاس. نعم. فإن الإله هو الجاعل لكل ما سواه والمجعول مربوب مصنوع، فيستحيل أن يكون إلها. وما أكثر الخلف لهؤلاء في اتخاذ إله مجعول، فكل من اتخذ إلها غير الله فقد اتخذ إلها مجعولا. ليس هذا قاصر على اليهود، كل من عبد غير الله فقد اتخذ إلها مجعولا وليس جاعلا. وهل الإله يجعل؟ يعني مثل ما يقولون إنه من جهال العرب من يعبد التمرة، تمرة معه يعبدها، فإذا جاع أكلها، كيف يأكلها؟ يأكلها وكان يعبدها. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض غزواته فمروا بشجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم، تبركون بها. نعم. يسمونها ذات أنواط، فقال بعضهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. تقليد الأعمى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، تقليد من غير بصيرة ومن غير. نعم. فصل. ومن تلاعبه بهم عبادتهم العجلة من دون الله تعالى. نعم. من تلاعبه. ومن تلاعبه بهم عبادتهم العجل من دون الله تعالى. العجل، إنما عبدوا العجل الذي صنعه السامري، جمع الحلي الذي مع نساء بني إسرائيل من الذهب وصاغه على صورة عجل مجوف، تدخل الهواء من جانبه وتخرج من جانبه ويصير لها صوت، الهواء له خوار، هذا الهواء الذي يدخل فيه، وظنوا أن العجل هو اللي يصيح، وأنه وهو الهواء تدخل من جانب وتخرج من جانب ويصير له صوت، عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. موسى ذهب إلى ربه لمناجاته على موعد الله سبحانه وتعالى ليعطيه التوراة، فتلاعب بهم السامري وجمع ما معهم من الحلي
والذهب فصاغه عجلا ومجوفا، تدخل الهواء من جانب وتخرج من جانب ويصير لها صوت، له خوار. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى ما عرف وين ربه، هذا هو راح ندور ربه فنسي، والعياذ بالله. هكذا تلاعب الشيطان بهم. نعم. ومن تلاعبه بهم عبادتهم العجل من دون الله تعالى، وقد شاهدوا ما حل بالمشركين من العقوبة والأخذة الرابية، ونبيهم حي لم يمت هذا، وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه ويصليه النار، وهو السامري. نعم. هذا وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه ويصليه النار، ويدقه بالمطرقة، ويسطو عليه بالمبرد، ويقلبه بيديه ظهرا لبطن. ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم حتى جعلوه إله موسى، فنسب هذا إلهكم وإله موسى، موسى راح ندور إلهه وهذا عندكم، فنسي موسى عليه السلام، راح يدوره عندكم. نعم. ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم حتى جعلوه إله موسى، فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى، بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفعا عن نفسه، وهو العجل. نعم. بحيث يضرب به المثل في البلادة والذل، فجعلوه إله كليم الرحمن. ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطئا، فقالوا فنسي. قال يعني ابن عبد يعني لم يعرف أن هذا هو إله، راح يدور إلهه وهذا هو. نعم. ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطئا، فقالوا فنسي. قال ابن عباس أي ضل وأخطأ الطريق، في رواية عنه أي أن موسى ذهب يطلب ربه فضل ولم يعلم مكانه. وعنه أيضا نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم. وقال السدي أي ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه. وقال قتادة أي أن موسى إنما يطلب هذا ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر. على هذا القول المشهور أن قوله فنسي من كلام السامري وعباد العجل معه. وعن ابن عباس رواية أخرى أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامري أنه نسي أي ترك ما كان عليه من الإيمان، والصحيح القول الأول، والسياق يدل عليه. نعم. أن الذي نسي بزعمهم هو موسى. نعم. والصحيح القول الأول والسياق يدل عليه، ولم يذكر البخاري في التفسير غيره، فقال يقول أخطأ الرب، فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالا من بني إسرائيل يوردونه عليه، فيقولون له إذا كان هذا إله موسى فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه، فأجاب عن هذا السؤال قبل إراده عليه بقوله فنسي. نعم. وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم، فانظر إلى هؤلاء كيف اتخذوا إلها مصنوعا مصوغا من جوهر أرضي إنما يكون تحت التراب، محتاجا إلى سبك بالنار وتصفية وتخليص لخبثه منه، مدقوقا بمطارق الحديد، مقلبا في النار مرة بعد مرة، قد نحت بالمبارد، وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل والضيم، وجعلوه إله موسى ونسبوه إلى الضلال حيث ذهب يطلب إلها غيره. قال محمد بن جرير وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثني به عبد الكريم ابن الهيثم قال حدثني إبراهيم ابن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه، وكان فرعون على فرس أدهم حصان، على فرس أدهم حصان، فلما هجم فرعون على البحر هاب الحصان أن يقتحم في البحر، فمثل له جبريل على فرس أنثى، فلما رآها الحصان تقحم خلفها. قال: وعرف السامري جبريل فقبض قبضة من أثر فرسه. قال: أخذ من تحت الحافر قبضة. قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرأها: فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول. قال عكرمة عن ابن عباس: وألقي في روع السامري إنك لا تلقيها على شيء فتقول كن كذا وكذا إلا كان، فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر. فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وغرق الله آل فرعون، قال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح. ومضى موسى لموعد ربه. قال: وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد استعاروه، فكأنهم تأثموا منه فأخرجوه لتنزل النار فتأكله. فلما جمعوه قال السامري بالقبضة التي كانت في يده هكذا، فقذفها فيه وقال: كن عجلا جسدا له خوار، فصار عجلا جسدا له خوار، فكان يدخل الريح من دبره ويخرج من فيه يسمع له صوت، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، فعكفوا على العجل يعبدونه. فقال هارون: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وقال السدي: لما أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر، أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا، وأمرهم أن يستعيروا الحلية من القبط، فلما نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحر وأغرق آل فرعون، أتى جبريل إلى موسى ليذهب به إلى الله، فأقبل على فرس فرآه السامري فأنكره، ويقال إنه فرس الحياة، فقال حين رآه: إن لهذا لشأنا. فأخذ من تربة حافر الفرس، فانطلق موسى عليه السلام، واستخلف هارون على بني إسرائيل وواعدهم 30 ليلة، فأتمها الله تعالى بعشر. فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل، إن الغنيمة لا تحل لكم، وإن حلي القبط إنما هو غنيمة، فاجمعوها جميعا واحفروا لها حفرة فادفنوها، فإن جاء موسى فأحلها أخذتموها. فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة، وجاء السامري بتلك القبضة فقذفها، فأخرج الله من الحلي عجلا جسدا له خوار، فلما رأوه وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، يقول: ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه. فعكفوا عليه يعبدونه، وكان يخور ويمشي. فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل، إنما فتنتم، يقول: إنما ابتليتم بالعجل، وإن ربكم الرحمن. فأقام هارون ومن معه من بني إسرائيل لا يقاتلونهم، وانطلق موسى إلى الله يكلمه، فلما كلمه قال له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فأخبره خبرهم. قال موسى: يا رب، هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل، فالروح من نفخها فيه؟ قال الرب تعالى: أنا. قال: يا رب، أنت إذن أضللتهم. وقال ابن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان السامري من قوم يعبدون البقر، فكان يحب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل. فلما ذهب موسى إلى ربه قال لهم هارون: إنكم قد حملتم أوزارا من زينة القوم آل فرعون وأمتعة وحليا، فتطهروا منها فإنها نجس. وأوقد لهم نارا فقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها. فجعلوا يأتون بما كان معهم من تلك الأمتعة والحلي فيقذفون به فيها، حتى إذا انكسر الحلي فيها ورأى السامري أثر فرس جبريل فأخذ ترابا من أثر حافره، ثم أقبل إلى النار فقال لهارون: يا نبي الله، ألقي ما في يدي. ولا يظن هارون إلا أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلي والأمتعة، فقذفه فيها فقال: كن عجلا جسدا له خوار. فكان البلاء والفتنة، فقال: هذا إلهكم وإله موسى. فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوا شيئا مثله قط. يقول الله عز وجل: فنسي، أي ترك ما كان عليه من الإسلام، يعني السامري. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فأقام هارون في من معه من المسلمين ممن لم يفتتن، وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل. وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى: فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وكان له هائبا مطيعا. فقال تعالى مذكرا لبني إسرائيل بهذه القصة التي جرت لأسلافهم مع نبيهم: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعد ذهابه إلى ربه، وليس المراد من بعد موته، وأنتم ظالمون، أي بعبادة غير الله، لأن الشرك أظلم الظلم، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها. لأن الشرك أظلم الظلم، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها. صح. فلما قدم موسى عليه السلام ورأى ما أصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه، وألقى الألواح على رأسه، وفيها كلام الله الذي كتبه له. ألواح التوراة، يعني ألواح التوراة، ألقاها فتكسر بعضها، ألقاها من على رأسه من شدة الغضب فتكسر بعضها. نعم. وألقى الألواح عن رأسه وفيها كلام الله الذي كتبه له، وأخذ برأس أخيه ولحيته، ولم يعتب الله عليه في ذلك، لأنه حمله عليه الغضب لله. وكان الله عز وجل قد أعلمه بفتنة قومه، ولكن لما رأى الحال مشاهدة حدث له غضب آخر، فإنه ليس الخبر كالمعاينة. فصل. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: النصارى الذين في الوقت الحاضر، هل يقال بأنهم من أتباع المسيح عيسى عليه السلام؟ لا، ليسوا من أتباع المسيح، لأنهم ليسوا على دين المسيح، هو بريء منهم، لكن ينتسبون إليه، هم ينتسبون إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قال لي النصراني أو اليهودي أو المشرك قال: السلام عليكم، هل علي رد السلام إن كان كلاما أو عن طريق الرسالة؟ تقول وعليكم بس، ما تقول وعليكم السلام، تقول وعليكم. نعم. جاء في الحديث أنه إذا سلم عليكم يهود والنصارى فقولوا وعليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا سائل يقول: الذين يطوفون حول القبور كقبر الحسين وغيره، هل يكونون معذورين بجهلهم؟ حيث إن بعض الخطبة يقول عندنا، سؤال خارج البلاد، يقول إنهم معذورون لأنهم لا يعلمون التوحيد. ما هم معذورون، وهم يسمعون القرآن، يسمعون الأحاديث النبوية، بلغتهم الحجة ولم يبحثوا عنها ولم يسألوا عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ وهو الله جل وعلا يقول على لسان موسى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ محمد صلى الله عليه وسلم، يقول محمد عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن قد قامت عليه الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح هذا الكلام وهو أننا لا ندخل الجنة بأعمالنا، بل إنما ندخلها برحمة الله عز وجل؟ نعم، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل سبب لدخول الجنة وليس هو الذي أوجب دخول الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ابتليت بمرض البواسير أجلكم الله، فهل علي غسل الدبر عند دخول وقت كل صلاة كالمستحاضة، مع العلم أن الماء إنما يزيل الدم، أم يكفي أن أضع القطن وأتوضأ مباشرة؟ تنظف المكان وتغسله بالماء وتضع عليه حائلا ثابتا ثم تتوضأ وتصلي، تصنع هذا في كل صلاة، لأن حدثك دائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل بتوصيل الطلبات من المطاعم، يقول: وأقوم دائما بالتوصيل إلى بنوك الربوية، توصيل الفطائر والشاي، يقول: هل يجوز لي العمل بذلك؟ لا تخدمهم ولا توصل لهم، اللي يعملون بالبنوك الربوية لا تخدمهم، أطلب أنك ما تروح لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز مس المصحف وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر؟ لا يجوز أن يمسه مباشرة، يمسه من وراء حائل، بكيس، بغلاف، لا بأس، أما أن يمس القرآن مباشرة من غير حائل فهذا لا يجوز، لا يمسه إلا المطهرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. السؤال: تقول إن زوجها يتعامل بالربا ويفعل بعض المحرمات، هل هذا يجيز لها أن تطلب الطلاق منه؟ رسولهم من غير ما بأس، وهذا فيه بأس، أنه يأكل الربا ويتعامل به فيه بأس، تطلب الطلاق منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إنه مبتلى بخروج الريح في كثير من الأحيان، هل يعد هذا من السلس الذي يصلي ولو خرجت منه؟ لا، هذا حدث دائم، يعتبر حدث دائم، هو خروج الريح دائم، حدث دائم، توضأ عند الصلاة، ما يريد يصلي توضأ ويصلي في الحال، ولو خرج منه شيء صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا سائل يقول عندي زوجة ثانية وطبعها هو العناد وعدم الطاعة، فهل هذا يجيز لي أن لا أعدل معها وأن أبيت عند الأخرى أكثر منها؟ إذا كانت ناشزا يسقط حقها، إذا كانت ناشزا عاصية لك ولا تطيعك يسقط حقها حتى ترجع وتتوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم شراء الملابس التي عليها شعار الصليب؟ لا يجوز حمل الصليب ولا لبس ما عليه تصاليب ولا بقاء التصاليب في البيوت، يجب اتلافها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول المصاحف التي يكون فيها أوراق ممزقة كثيرة، ما طريقة الخلاص منها؟ هل لا بد من إحراقها؟ أن تراجع وزارة الشؤون الإسلامية، وربما أنهم يأخذون منك ويتصرفون فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول والدي طلب مني أن أدرس في جامعة فيها اختلاط ولكني رفضت، وهو يعاملني غير إخوتي، يعاملني بالقسوة بسبب رفضي، فبماذا تنصحونني وبماذا تنصحون الوالد وفقكم الله؟ على الوالد أن يتقي الله عز وجل وأن يرجع إلى الحق والصواب، الصواب معك، عليه أن يرجع إلى الصواب، وأما أنت فلا تطيعه في معصية الله، لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. نعم. فضيلة الشيخ، وإن جاهداك، قال الله جل وعلا في الوالدين المشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول مما يستدل به عندنا من يحتفل بالمولد قوله سبحانه فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فيقولون نحن نفرح بهذا بمولد الرسول. نسأل الله العافية، هذا تفسير للقرآن بغير معنى. بذلك فليفرحوا دين الإسلام، فبذلك أي بدين الإسلام فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يصح هذه الصيغة من الحلف وهو أن يقول علي الحرام أنني ما فعلت كذا وكذا؟ نعم. يقول هل تصح هذه الصيغة من الحلف وهي أن يقول علي الحرام إنني ما فعلت كذا وكذا؟ إن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت ولا يحلف بغير الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه تسأل تقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تطلب الطلاق من غير ما بأس قال حرام عليها رائحة الجنة، هل يدل على أن هذا من الكبائر؟ اي نعم، هو من الكبائر، لكن حرام عليها رائحة الجنة ليس معناها أنها لا تدخل الجنة، تدخلها ولكن لا تجد هذه الرائحة، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم الاستعانة بالجن فيما يقدرون عليه؟ لا يجوز الاستعانة بالجن، لا يجوز الاستعانة بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلا يجوز الاستعانة بالجن والذين لا تراهم. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كثرت مشاكلي الزوجية وقيل لي بأن سبب ذلك هو السحر،
فهل يجوز لي أن أذهب إلى ساحر ليفك هذا الأمر؟ لا، عليك بالورد في الصباح والمساء، الاستعاذة بالله، استعانة بالله، ولا تذهب إلى السحرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للخاطب أن يتحدث كثيرا مع المرأة المخطوبة عن طريق الهاتف ويتواصل معها عن طريق وسائل الاتصال؟ لا، لا يجوز هذا، إن هذا يجر إلى شر، وهي ليست زوجة له، هي أجنبية منه، لكن يتفاهم معها ببعض الكلام لا بأس، أما أنه يطيل الكلام معها والممازحة فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة هل هو جائز؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المراد النداء الثاني، المراد النداء الثاني وليس الأول. الأول هذا ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر به الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس بالمدينة واشتغلوا بحروثهم ومزارعهم، فرأى رضي الله عنه أن يؤذن الأذان الأول لتنبيههم بقرب صلاة الجمعة، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: عند قراءة المرأة للقرآن هل يلزمها أن تضع شيئا على رأسها وكذلك عند إرادتها لسجود التلاوة؟ سجود التلاوة صلاة، تكون متسترة مثل ما هي في الصلاة، وأما عند قراءة القرآن فلا، لا يلزم هذا إلا إن كان عندها من ليس من محارمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إعطاء السؤال الذين يسألون في المساجد أو عند الإشارات؟ إذا لم تعلم أنهم كذبة أعطهم بناء على ظاهرهم، السائل له حق، يقول الرسول: ولو جاء على فرس، لكن إذا علمت أنهم محتالة وأنهم كذبة فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لبس الساعة باليد اليمنى هل يقال إنه من السنة؟ لا، يقال إنه من المباح، ولكن ما يخالف عادة الناس، إذا كانوا يلبسون بذراع الأيسر ما يخالفهم، يلبس بذراع الأيسر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الاجتماع للتعزية من أجل التخفيف على الناس مع شدة الزحام، هل هذا أمر مشروع؟ لا، فتح الباب وجلوسهم في مكان معين يجيهم المعزون هذا لا يجوز. يقول بعض الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد وهم سوف يصلون على جنازة وهناك جماعة أخرى في المسجد قد أقاموا الصلاة، هل أصلي على الجنازة ثم ألحق بالجماعة الثانية؟ لا، أو الصلاة آكد من صلاة الجنازة، صل مع اللي يصلون صلاة الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الأذان على القبر من أجل دفع العذاب عن المقبور؟ أعوذ بالله، لا يجوز هذا، هذا من البدع المحدثة. نعم. إذا بغيت تنفع الميت المسلم تدعو له دعاء، مو بتأذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من أراد الابتداء بطلب العلم
هل الأفضل له أن يحفظ المختصرات أو يحضر عند المشايخ؟ حسب ما يوجهون كالمشايخ يوجهون، يسأل المشايخ اللي أنت تحضر عندهم تجلس عندهم يوجهونكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يقول ما المراد بقوله من أحصاها؟ من أحصاها عرفها وعمل بها، دعا الله بها. من أحصاها يعني عرفها ودعا الله بها دخل الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الناس يقول لا تفرقوا بين المسلمين بسبب مخالفاتهم، ويستدلون بموقف هارون عليه السلام إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فهل استدلالهم وقولهم صحيح؟ إحنا ما إحنا على الدين القديم، إحنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، إحنا على الأديان السابقة. نعم. دين محمد نسخ الأديان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح أنه ورد عن السلف أنه ليس للمبتدع غيبة؟ لا، ما عرفت هذا عن السلف. الغيبة لا تجوز، إذا كان أنك تريد له الخير انصحه أما هو عليه، أما أنك تحسيبه مجالس الناس هذا ليس من النصيحة، هذا من الغيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز البقاء مع زوجة أخي التي لا تلبس النقاب ولا غطاء الوجه بل تضع حجابا على رأسها مع حضور أخي؟ لا، لا تجلس حتى تحتجب هذه المرأة. نعم. فضيلة الشيخ الشرعي حتى تحتجب الحجاب الشرعي الساتر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من أخذ مالا ربويا ثم تاب فهل يجوز أن يتصدق به على فقير؟ اي نعم، يتخلص من المال الربوي بإعطائه للمحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله عز وجل؟ لا بأس بذلك، قال صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يأخذ على تعليم القرآن، يأخذ على تعليم القرآن، مباح له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لطالب العلم أن يقرأ في كتب السحرة لكي يحذر الناس مما فيها؟ لا يجوز له ذلك، الله عافاه منها، ولا يطالع فيها ولا ينظر إليها ولا يقتنيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول متى ينتهي سفر الإنسان؟ هل هو إذا وصل إلى مدينته أو إذا وصل إلى بيته؟ إذا وصل إلى بلده، إذا وصل إلى حدود بلده، إذا وصل حدود بلده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عن والدي الذي توفاه الله؟ نعم، إذا كنت حججت عن نفسك أحج عن والدك. قال سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ قال أخ لي مات. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول لي جار سوء وأريد أن أبيع البيت، فهل يجب علي أن أخبر المشتري بذلك؟ اي نعم، تعلمه لماذا بعت البيت، تخبره بذلك، ما تغشه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول
ما حكم بيع الذهب بالذهب لكنه لا يكون متساويا لأن هذا مصنوع والآخر إنما هو دنانير؟ ما يجوز هذا على الصحيح حتى يتساوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل في محل يباع فيه أشياء حلال وأشياء من الحرام، هل يجوز لي هذا الفعل؟ إذا منك ما تبيع بالحرام إنما تبيع الحلال فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد